السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة إعادة التدوير والخياطة. فيديو جديد أسهل من كل اللي فات وأحلى من كل اللي فات. تابعونا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك علشان القناة تكبر ونستمر إن شاء الله. النهاردة هنعمل شنطة للسوق. مفيش بيت مفهوش الشوال ده، شايفين؟ اهو النهاردة هنعمل شوال، هنعمل عفوا شنطة للسوق ببواقي الفرو اللي استخدمتيها في اي حاجة، شايفين؟ عبارة عن قصايص اهي، وهنجمعها هنعمل بيها احلى شنطة ان شاء الله. طيب بصوا، احنا هناخد شوال ده بالنص، لحتى لو مش عندك ممكن تروحي عند اي فرن للعيش وبتجيبي منها شوال بمنتهى البساطة والسهولة. اهو الشوال هيعمل معاكي شنطتين، هيعمل معاكي شنطتين، شنطه ليكي وشنطه لجارتك او لاختك او لاي حد، او تقدري تحتفظي بيها باي حاجه في البيت. نفتح الشوال كده، سهله جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه، شايفين؟ بس بفتحها كده، متينة وجميلة وبسيطة، عملية جدا اهو. ما عندكيش فرن يبقى بجلابية قطيفة، ادي ما عندك مش مستخدمة، جينز، الجينز تكون جميلة جدا مفيش اي مشكلة اهو. هذا بس. طيب هنعمل ايه؟ هناخد الفرو ده ونخيطه بالشكل ده كده اهو، ناخد المقاس بتاعنا اهو، وناخد الجزء ده فوقيه بالشكل ده. ما تكلفيش نفسك، اعملي المتوفر عندك. لو عندك حاجة جينز مش عايزاها، بنطلون جينز، اي حاجة هيبقى شكلها حلو. وهعمل لكم دلوقتي واحدة كمان بالجينز اهو. احنا هنخيط دي فوق الوصلة اللي احنا عملناها اهو، شايفين الفرن مش مبين اصلا ان في وصلة خالص، يعني لما تيجي حتى تعملي الكوفردة بتاعتك شايفة مفيش خياطة خالص، يعني مش هتبان اصلا. كمان ثبتيها هنا عشان تبقى ماسكه معانا. ايدك بس عليها وهي ماشيه، بس تلاقي شويه صعوبه مش مشكله. من الناحيه التانيه كمان هنعمل الناحية التانية بنفس كده. انا عملت الناحيتين اهو، ناحية اهي وناحية اهي زي ما انتوا شايفين. طيب هنا عندي بنطلون جينز مش مستخدماه، يعني زي ما انتوا شايفين عملت منه اكتر من فيديو، بتشيلي منه الجيوب اهو. الشكل ده عشان تدينا شكل جمالي. كده ممكن نعمل بالشكل ده او ممكن تعملي كده
فاحنا هنركب الجيوب دي الاول. ده كده طلعي شوية لفوق. شايفين كده عملنا الجيوب. طيب اخدت برضو جزء من القماش من البنطلون نحطه بالشكل ده ونخيط اهو. الجينز خامة قوية وانا بستخدمه في اماكن يحافظ على الشنطة. زي ما قلت لكم مش ضروري ابدا الفرن، ممكن تستخدمي عباية قطيفة، اي خامة عندك في البيت، اي قماش، حتى قماش الستاير بتاع البلكونات. انا خيطت اهو الجزء الجينز اللي قلت لكم عليه، هنحط الجزء الثاني بالشكل ده وناخد طرف الجينز اهو. ونخيط شايفين الشكل ده كده جزء وجزء جينز والجزء التاني، علشان لما نعمل كده اهو تكون دي الناحية المتينة اهي. دلوقتي هنقفل الجزء ده والجزء ده اهو معاكم. لو في اوفر بتعمليه مفيش خلاص. دلوقتي طيب نركب السوسته الاول علشان تشوفوها تكون سهله ازاي قبل ما نقفل الجناب مع بعض. السوسته اهي، حطيها كده بالمقلوب مع اول الطرف. شايفين السهولة؟ ما تقلقيش من كل اللي بيطلع ده، مجرد ما بتخيطي خلاص عملتي حد ليه، فمش هيستمر كده. اهو تمام. ركبي السوسته برضو بالشكل ده، تلاقيش كل ده مفيش اي مشكلة فيه. اتأكدي بس من المسافات الأول اهو، دي من هنا بالشكل ده. اوفر او ولاعة او عيدي خياطة كمان مرة، كل ده هيثبت متقلقيش خالص. دلوقتي خيطي الجناب مع بعض هنا وهنا، هتساوي ده كله في الخياطة اهو بالشكل ده. لو مفيش اوفر ممكن تعملي كده، بصي كده جمعي ده كله كده اهو وخيطيها على ايدك. لو هتحسي ان هي تقيلة على المكنة، لو هتحسي ان هي تقيلة على المكنة خيطيها على ايدك اهو. ابرة كبيرة من اللي كان بيستعملها المنجد اهو. اهو شايفين
شايفين كده مفيش اي مشكلة خالص لغاية النهاية. دي الشنطة شايفين، ده جيب حلو قوي للفلوس اهو، شايفين شكلها حلو ازاي. دي عشان تستحمل اهي، ده كده الظهر. طيب الايدين بقى لازم تكون من الجينز علشان خاطر تتحمل معانا. شايفين في اكسسوارات كمان هنا اهو في البنطلون، اكسسوارات حلوه قوي، يعني ممكن تركبي دي كده بالشكل ده اهو، ديكي شكل حلو. ممكن كمان تجيبي الذراع من البنطلون، يعني ممكن الجزء ده المتين بقى هو اللي هنعمله الدراع علشان خاطر يتحمل الايد. تمام، هناخد ده كده بتخيطي كده حسب مقاس الايدين اللي انت عايزاها، لو عايزاها اكبر من كده ممكن تبقى بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين، او لو عايزاها تمسكيها بايديكي بيكون ده كده كفايه قوي. ده كمان اهو خيطها دلوقتي علشان نشوف شكل الشنطه النهائي مع بعض. زي ما انتوا شايفين حولنا شوال الدقيق او كيس الدقيق او كيس الطحين لشنطه للسوق، عمليه جميله سهله وبسيطه، تقدري تستخدمي الخامه دي قطيفه او اي قماش عندك او جينز او اي حاجه، المهم تكوني تقدري تستخدمي الحاجه دي اعاده تدوير بشكل اجمل وافضل من اللي كانت عليه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، كل مره بعيد وازيد اللايك والشير والاشتراك، ضيفوا كل الاصدقاء خليهم يشوفوا القناه. اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.